اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة سمك، ولما نقول سمك يعني سمع هوس. معنا البوري من خير مزارعنا، بنصدره لكل دول العالم. السمكة البوري المية بتاعتها وجمالها في اللحم بتاعها الأبيض. تعالوا نعملها مع بعض النهاردة سنجاري، ولكن بمدرسة المغازة هنعمله ازاي؟ بالتأكيد بيختلف الأذواق، البعض بيحب الخلطة نية، الخلطة مستوية، فيها كرفس، ما فيهاش كرفس، في حكاية في السمك السنجاري، وخاصة عند المصريين، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا سمك فيليه قشر بياض، كلنا بنحب شوربة الصيادية، ولكن لما نعمل الصيادية ونعدل منها ونطور منها بتاعة الصياد اللي بيشربها على المركب، بما إنها شوربة الصيادية، هنعملها النهاردة بالشوفان. إذا دعمناها بالشوفان ورقائق الشوفان والقيمة الغذائية اللي موجودة في الشوفان اللي بتدعم وظائف الجسم. معانا النهاردة كمان نوع من أنواع البطاطس لطيف وجميل، كلنا بناكل البطاطس مقلية مشوية مع أكل السمك، ولكن لما ناكلها النهاردة بوري بالتونة أكيد دعمناها بأوميجا 3 وفيتامينات عالية جدا، وخاصة الأطفال اللي هي مهووسة بالبطاطس وبتحب البطاطس سواء مقلية أو مشوية، هنأكلها لهم النهاردة مع أوميجا 3، يعني أكلناهم سمك بطريقة غير مباشرة. مش عايز أطول على حضراتكم لأن في التفاصيل في الحلقة كتير وفيها شغل بجد، وفيها كمان أكلة سمك النهاردة فلازم نعملها بمزاج. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، اهو هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، نشوف مع بعض ازاي نعمل لحضراتكم شوربة السمك الهامور او فيليه الهامور او فيليه قشر بياض، فيليه بلطي، اي نوع من انواع الفيليهات ما يكونش فيه لا شوك ولا حسك. ما هو الحسك؟ هو الشوك يا شيف. معانا سمك فيليه، معانا شوفان، معانا كرفس، معانا بصله ناعمه، تومه ناعمه، وشويه حب، ومكعب زبده. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه عشان لسه معانا شغل كتير. المقادير زي ما هي على الشاشه. سمك الفيليه قشر بياض، في منه اللي بيجي مجمد جاهز، وفي منه اللي بتشتريه طازه، وفي فيليه البلطي خير مزارعنا، واي نوع سمك فيليه، بس يفضل طبعا ما فيهوش شوك خالص، لان الشوربه دي بتدي الامان للي يشرب منها ان هي ما فيهاش لا شوك ولا حسك، والشوك هو الحسك كبير او صغير. اشربوا منها كبار السن، يشربوا منها الاطفال، نكونوا حريصين واخدين الامان في عمايلها. شوربه السمك بالذات غير شوربه السي فود، بنشوف الكابوريا بنحط الاحتياطات، رجل كابوريايه بتاع، فبناخد بالنا، انما لما تكون صياديه فيها سمك فيليه فعلى طول بنشرب، ولو جت شوكه في اي مشكله انا غير مسؤول. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. حل على النار شديده الحراره. حلو الكلام. معانا بصلايه ناعمه ومعلقه زيت زيتون. اللهم صل على النبي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ انا هحط البصلايه كده. تحميره حلوه. اللهم صل على النبي. تقليبه حلوه. شفت الجو ده كده اهو. والبصلية بتحمر، بننزل بالتومة الحلوة، مكعب الزبدة المحترم، ونقلب كده تاخد لون البصلية، ومش لون قوي يعني علشان ما تبوظش الكريمة بتاعتي. بناخد السمك الفيلي، أنا شايفه كبير شوية، باخده كده واخد الحتة على اتنين. خلي بالك يفضل عشان شخصية السمك تبان في قلب الشوربة، وحلوة كده لما ناخد شوية شوربة مع حتة سمكة من دي وناكلها بالشوكة. الله الله، هو ده هو ده، والعود الكرفس ده في قلبيها. ونقلب كده، ما قعدش نقلب كتير عشان السمك ما يتريش. معايا بوكيه جرنيه اهو، واشتغل كده. اللهم صل على النبي. صوتي جوع. شايفين البوكيه جرنيه؟ استخدمت مكسبات طعم بقى تغير لي طعم الشوربه، تقلبها على فراخ؟ لا. زي ما هي كده، خلصت الشوربه. نعم يا غالي. الشوفان لسه مش دلوقتي. الشوفان ده اتحط تقريبا في المرحله الاخيره من السوى. قلبها كده. الشوربه واخده طعم الكرفس، طعم الجزر، ونسيبها على النار عشان عندنا شغل تاني لسه. شايف القوام؟ مش هحط بقى نشا ولا دقيق خالص، ثم شويه الشوفان.
الشوفان كده كده مش محتاج يغلى على النار. اهو مدرسه الشوفان بتقول حليب مغلي، ماء مغلي، نحط عليه الشوفان ونسيبه دقائق معدوده. اهو اهو ما نكترش كتير لان هيشرب لك الشوربه كلها. هتبقي بتاكلي شوفان وانا مش عايز الجو ده، خلي بالك. اهم حاجه شويه الشوربه اللي انا عملتهم في البدايه اللي هو البوكيه جرنيه، وما تقلبهاش كتير. اهو خالص زي ما هو كده يا استاذ رحاب، زي ما هو هو الشوفان كده كده اول ما بيشم الشوربه دي بيبدا يوري شخصيته بقى، يفرز بقى الايه الالياف الفعاله والغير فعاله بتاعته. اهو هنحطه ده جنبه كده زي الفل. ناخدها عشان احنا مستعجلين ناخدها غلوه، انما لو مش مستعجلين بنسيبها في قلب الشوربه وخلاص. اللي عايز يشرب شوربه بالشوفان لما بنغلي الشوفان كتير على النار بتقلب لمهلبيه، فانا عايز حبوب الشوفان تبقى طريه وفي نفس الوقت بشخصيتها. النظافه مهمه، مطبخك يبقى رايق لان اكله السمك بتحب شويه غلبه، والجرنش ده مطلوب. ايه عدل الشوربه دي يا عم الشيف؟ عدلها شويه برضو رز ابيض. يعني انا بتكلم بقى على ايه؟ احنا بنعمل اكل السمك، هل لازم يا مغازي نعمل السمك ده كله ونعمل الحفله اللي انت عاملها دي؟ سيبك من الكلام وسيبك من المعلومات، لا يا ست الكل. الموضوع ابسط من كده. السمك السنجاري اللي انا عامله ده عايز شويه رز ابيض او رز صياديه. واحنا شطار في عمايل، شايفه الشوربه على الشاشه بتتكلم عن نفسها، شوربه فوسفوريه بالسمك الهامور. عندنا البطاطا اللي انا عملتها والبطاطس اللي انا عملتها دي حدوته وحكايه لوحديها. طبعا شايفه البقدونس عليها منور ازاي بالخضار بالجمال، دي مهمه جدا فيها كل كريمه لباني يعني بروتين حيواني، اوميجا 3 في التونه، البطاطس كربوهيدرات ونشويات، الزبده اللي نزلتها مع الحليب بقى كالسيوم ومعادن. يعني اللي ياخد معلقتين من دولت كده بألف انا وشيفها مع شريحه من التوست المقرمشه او المتحمصه. ده انا بتكلم على ايه؟ تفاصيل السفره اللي احنا هنقدم السفره دي ازاي؟ ده مهم جدا على فكره. يعني دي بقت وجبه عشاء او وجبه غدا لكبار السن، شريحه توست سمراء بالدقيق الاسمر او توست ابيض عادي حسب الرغبه مع معلقتين من البطاطس دي هتدعي لي. خلي بالك الشوربه نغرفها هنا. خلاص يلا يا برنس اهو تمام. انا بقى عاجبني الشوربه قوي. تمام كده يا شباب زي الفل. لا مش ههرس السمك خالص، انا عايزه بشخصيته كده. كل اللي انا اعمله هنا بحط شويه كرفس في التقديم. كرفس ده يتحط في التقديم عشان نشم ريحه الكرفس. اهو اهو بص الكرفس نازل ازاي. اهو هو ده. اهو 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 ونقلب تقليبه ونرفعها. خلاص الف هنا وشفا اهي. الله شفت نازل في الطبق ازاي؟ هو ده هو ده. والشوفان نازل بشخصيته ازاي؟ اهو استطعم الشوربه اللي هو المرق بتاع السمك، استطعم الشوفان، استطعم السمك الهامور، الجزله نازله بجزلتها مش مهريه مش مهروسه. اه ناخد واحده في الطبق كده مع معلقتين رز ابيض الف هنا وشفا. اه عينيا. وعجبني قوي قرن الفلفل الاحمر النازل ده، عاجب مخرجنا. هو مخرجنا يحب الصوره والتفاصيل، اما الطعم بقى وجوه التفاصيل التفاصيل مع المغازي. شفت الشوربه نازله ازاي؟ شوف الشوفان يا استاذ. اه اه الشوفان شوف ازاي نازل. اه هربان مش هيقدر يقاوم مع السمك. اه 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 عينيا. يلا خدت وقتك وزياده يا شيف. خليها سمك النهارده ولكن بتفاصيل صغيره بتكلفه قليله. الخبره الطهويه هنا لا تقدر لا بالمال ولا باي حاجه في الدنيا. ليه؟ حبك لمطبخك ومفاتيح السعاده الزوجيه ما بتتجابش من السوبر ماركت، بتتجاب من القلب من اليقين والقناعه اللي جوايا ان انا اعمل حاجه حلوه لاولادي واسرتي. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.